ننتقل الآن مشاهدينا إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالية مرتفعا بنسبة 0.91% عند مستوى 9429 نقطة فقط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.62 مليار درهم. ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات، وبقيت بالتالي 29 شركة على ثبات. على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 12.50% ليغلق عند 0.27 درهم. فيما ارتفع سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 8.84% ليغلق عند 23.64 درهم. كما أغلق أيضا سهم شركة الدار العقارية مرتفعا بنسبة 4.62% ليغلق عند 5.44 دراهم. بينما انخفض سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 10% ليغلق عند 1.71 درهم. أما في سوق دبي المالية فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة 0.39% عند مستوى 3892 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 298 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات فقط، وبقيت 13 شركة على ثبات. ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.73% ليغلق عند 0.55 درهم. كما ارتفع سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3% ليغلق عند 0.26 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.72% ليغلق عند 0.33 درهم. بينما أغلق سهم أوراسكوم كونستراكشن منخفضا بنسبة 9.94% عند 3.30 دراهم. ننتقل الآن لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتي. أبدأ مع حضرتك أستاذ حسام من بورصة أبو ظبي التي ارتفعت في أول جلسات شهر نوفمبر، ما تحليلك لأداء المؤشر ومساره المتوقع في الفترة المرتقبة؟ يعني أنا شايف بورصة الإمارات بصفة عامة، سوق الإمارات المالي بصفة عامة سواء دبي أو أبو ظبي شهد أداء إيجابي، وهو يعني كان مستمر خلال العام الماضي نحو تحقيق معدلات مرتفعة جدا. وارتفع سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم، واستطاع أن ينجح في الحفاظ أبو ظبي على مستوى سوق أبو ظبي، استطاع أن يحافظ على مستوى 9400 مستوى دعم مهم جدا، وده كان ناتج عن استمرار اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة سواء المؤسسات المالية أو من قبل الأفراد، لأن سوق أبو ظبي كان يعني من الأسواق التي شهدت ارتفاعات قوية جدا خلال العام الماضي، وده كان مدفوع باتجاه إدارة سوق مال أبو ظبي نحو دفع بطروحات قوية جدا وشركات رائدة في مجالاتها، وده اللي جذب الكثير من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق أبو ظبي، وده اللي دفعوا إلى يعني اختراق مستوى 10500 وتحقيق مستويات تاريخية جديدة. والآن هو في مرحلة تجميع، ولكن يعني إيه نشهد أو ننتظر أو المستثمرين ورؤوس الأموال تنتظر مزيدا من الإجراءات التي تحفز دخول مزيدا من الأموال المستثمرة زي الطروحات الرائده في الشركات الرائده في مجالاتها في سوق ابو ظبي المالي، وده اللي هيدفعه الى تحقيق مستويات او استعاده مستوى المقاومه الهام جدا وهو ال 10000 نقطه، وهيدفعه الى استعاده او تحقيق مستوى قياسي جديد تخطى به مستوى ال 11000 نقطه خلال الفتره المقبله. اذا ننتقل الان لتحليل سوق دبي الذي ايضا ارتفع اليوم، ما تحليل حضرتك لاداء السوق؟
يعني انا شايف ايضا سوق دبي شهد يعني استقرار اعلى مستوى ال 3800 نقطه، وده كان شيء ايجابي جدا ودفعه نحو الصعود واستقرار المؤشر، مؤشر دبي سوق دبي المالي، ده هيخليه اعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800، اعتقد ان هيخليه يكون دافع قوي جدا ومن العوامل الرئيسيه لاستعاده مستوى 3900، وايضا مستوى المقاومه الهام جدا وهو مستوى ال 4000 نقطه، وده كان ناتج عن اتجاه اغلب رؤوس الاموال من المؤسسات او اتجاه المؤسسات الماليه الاجنبيه نحو الشراء وفتح وزياده مراكزهم الماليه بالاسهم القياديه بسوق دبي المالي. واعتقد ان احنا هنشوف في جلسه غدا ان شاء الله هنشوف في اداء ايجابي ايضا، هيستمر هذا الاداء الايجابي ربما يعني يستمر حتى تعاملات الاسبوع المقبل ان شاء الله، ونشوف في استعاده لمستوى المقاومه الهام جدا ال 4000 نقطه، وده مدفوع طبعا من نتائج اعمال الشركات الجيدة جدا التي شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال القوائم المالية بالربع الثالث من العام الجاري. واعتقد ان هنشوف فيه استمرار لاتجاه رؤوس الاموال او اتجاه الافراد والمؤسسات المالية ايضا نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية خلال التعاملات للاسبوع بالاسبوع المقبل، وده اللي هيدفع مؤشر دبي الى الاستمرار في الاداء الايجابي وحظ المكاسب واستعادة مستوى 3900 ثم مستوى ال 4000 نقطة خلال التعاملات ان شاء الله. إذا أستاذ حسام دعني أسألك، أين توجد الفرص داخل أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة؟ يعني أنا شايف من ضمن القطاعات التي يعني سوف يكون لها نصيب الأكبر من الاستثمارات أو التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة هو قطاع البنوك الذي شهد يعني نتائج أعمال جيدة جدا خلال الفترة الأخيرة وحقق يعني معدلات أرباح مرتفعة جدا بالقوائم المالية، وده اللي دفع أغلب رؤوس الأموال خلال تعاملات اليوم، شفنا فيه يعني نشاط ملحوظ بقطاع البنوك خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وده اللي هيدفع أغلب رؤوس الأموال أو أغلب المؤسسات المالية اتجاه أغلب المؤسسات المالية بزيادة مراكزهم المالية بهذا القطاع، نظرا طبعا لاستحواذه على محافظ أو أموال للاستثمار في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، وده اللي هينعكس إيجابا على نشاط القطاع، وبالتالي ده اللي احنا لاحظناه خلال الفترة الأخيرة، شفنا فيه نتائج أعمال جيدة جدا لأغلب القطاع، وشفنا فيه معدلات نمو لأغلب البنوك بالقطاع تخطت 100%، فأعتقد إن احنا هنشوف مزيدا من الأداء الإيجابي ومزيدا من ضخ الأموال المستثمرة بهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وده اللي هينعكس إيجابا على أداء المؤشر سواء سوق دبي أو سوق أبو ظبي خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. أخيرا سيد حسام، برأي حضرتك ما هي الأسباب التي ستدفع الشركات الكبرى المدرجة في إحراز نموا بأرباحها الفصلية؟ يعني أنا شايف أن نتائج الأعمال لأغلب الشركات يعني سوف تتجه خلال العام الجاري طبعا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وده مدفوع بزيادة الإنتاج وزيادة ونمو نسب أو معدلات المبيعات خلال الفترة الأخيرة. طبعا كان تأثير الأزمة الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا وأوكرانيا مطلع العام الماضي كان ليه تأثير كبير جدا على الكميات المعروضة ونقص إمدادات وقلة الكميات المعروضة، فأعتقد إن احنا هنشوف إن الشركات التي سوف تنجح في زيادة إنتاجها وارتفاع معدلات مبيعاتها دي اللي هينعكس إيجابا على إنتاج أعمال هذه الشركات، وبالتالي هيدفع إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بأغلب القطاعات وخاصة قطاع البنوك وخاصة أيضا قطاع العقارات وقطاع المواد الغذائية، ده يعني من أهم القطاعات التي سوف تشهد معدلات نمو مرتفعة خلال صحيح العام المالي الجاي إن شاء الله. الأستاذ حسام عيد محلل أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم في حلقة اليوم. شكرا.